السلام عليكم أيها الطيبون والطيبات، مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وفي هذا الموجز الحصري والجديد دائما وكالعادة نبدأ بعناوين هذه الحلقة. برنامج لالا العروسة يجر الانتقادات على طهور. ترقب تدشين ملكي لعدد من المشاريع الضخمة بالرباط وسلا، من بينها المسرح الكبير. جد مؤثرة، كوثر بامو تفاجئ والديها. محمد الريفي يعلن الصلح مع والدته وطي صفحة الخلافة مع شقيقه التوأم. مشهد أداء الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد يصنع الحدث بسبب ضيف جديد. تعرض المغني الشعبي طهور لموجة من الانتقادات اللاذعة بسبب استئنافه لأنشطته الفنية وللحفلات بعد أسابيع قليلة من وفاة ابنته. وهاجم نشطاء مغاربة طهور جراء ظهوره في عدة تظاهرات مؤخرا، من بينها إحياء لعرس الكوبل المتوج بلقب لالا العروسة، وأيضا غنائه في أحد المنتجعات الكبرى بمدينة مراكش، الأمر الذي أثار سياء فئة عريضة من متابعيه الذين أكدوا أن هذا الأخير استأنف أنشطته بشكل طبيعي دون مراعاة للفاجعة التي هزت أسرتها. في المقابل دافع العديد من الرواد عن طهور، معتبرين أن المغني الشعبي مطالب بالالتزام بالعقود التي جمعته مع العديد من الزبائن لتفادي دفع الغرامات. الجدير بالذكر أن نجلة المغني طهور فارقت الحياة شهر ماي الماضي جراء معاناتها من داء السرطان، حيث خلفت وفاتها حزنا كبيرا وسط أصدقائها ومعارف والدها. يشهد محيط المسرح الكبير بالعاصمة الرباط حالة استنفار قصوى منذ يوم أمس، حيث يتم تزيين جنباته والطرق المؤدي له بالأعلام الوطنية، إذ من المتوقع أن يترأس الملك محمد السادس خلال هذه الأيام حفل الافتتاح. وسيترأس الملك حفل تدشين عدد كبير من المشاريع الضخمة التي أصبحت جاهزة في عاصمة المملكة الرباط، من بينها المحطة الطرقية. وسيكون المسرح الكبير الأيقونة الكبرى ضمن هذه المشاريع الضخمة لعاصمة الأنوار التي ينتظر أن يدشنها الملك محمد السادس ويعطي انطلاق العمل بها بحضور شخصيات عالمية. يذكر أن المسرح الكبير الذي صممته المهندسة العراقية الراحلة سوا حديد أضخم وأكبر مسرح في القارة الإفريقية، وضمن أحدث المسارح في العالم، الذي يتميز بالموقع الجذاب على ضفاف نهر أبي رقراق مقابلا لمدينتي السلا والرباط، على بعد أمتار من مسجد حسان، ومطلا على برج محمد السادس الذي وشك انتهاء الأشغال فيها. ضجت صفحات منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للمؤثرة والممثلة المغربية كوثر بامو، تظهر من خلاله وهي تذرف الدموع بعد تحقيقها حلم شراء منزل لوالديها. وفاجأت المؤثرة المغربية كوثر بامو والديها بشراء فيلا جديدة، حيث شاركت فرحتها مع متابعيها عبر قناتها الرسمية بموقع رفا الفيديوهات العالمي يوتيوب. وتداولت صفحات عديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مقطع الفيديو، معبرين عن سعادتهم وافتخارهم بالخطوة التي أقدمت عليها كوثر بامو لصالح عائلتها. يشار إلى أن كوثر بامو شاركت مؤخرا في المسلسل الشهير سلامات أبو البنات في جزئه الرابع لمخرجه هشام الجباري، بجانب عدد من الوجوه الفنية المغربية. أعلن الفنان المغربي محمد الريفي الصلح مع والدته، وذلك من خلال أحدث منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. وأطل الريفي رفقة والدته في صورة تقاسمها مع متابعيه، معلنا عبرها مسامحة شقيقه التوأم الذي كان قد خرج سابقا عبر وسائل الإعلام وحسابه على الانستغرام واجما شقيقها. وعلق الفنان المغربي على الصورة التي جمعته بوالدته قائلا: من هذا المنبر كنقول خويا
الغالي توأم أحمد الريفي عيد مبارك سعيد والمسامح كريم. وحظي منشور محمد الريفي بإعجاب وتفاعل كبير من قبل زملائه بالوسط الفني وأيضا متابعيه عبر تطبيق الإنستغرام. يشار إلى أن علاقة محمد الريفي بوالدته وأشقائه كان يشوبها نوع من التوتر بسبب عتاب والدته عليه واتهامه بالارتباط بزوجته دون علمها وإخفاء الأمر عليها لمدة 4 سنوات. وفي ظل إصرار والدة الريفي عتابه وعدم الصفح عنها، جرب الفنان الشاب استعطاف والدته غير مرة وطلب المسامحة منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما طالب أشقائه بالسماح له برؤيتها، لا سيما أنه كان قد أشار إلى أن وضعه الصحي حساس بسبب إصابته بتسمم ناتج عن السحر لم ينفع معه علاج داخل أو خارج المغرب، جعله يوجه سابقا نداء استغاثة لوزير الصحة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، مطالبا من الجميع نشر الفيديو على نطاق واسع. وكان الريفي قد ظهر وهو يتألم ويصرخ عبر هذا الفيديو مطالبا من متابعيه التدخل وإنقاذ حياتها، كما استعطف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب من أجل إنقاذها، وهو الأمر الذي استجاب له الأخير بعدما أمر بنقله إلى مستشفى ابن رشد حيث ظهر سابقا وهو يتلقى العلاج. أثارت مراسيم صلاة العيد التي أداها الملك محمد السادس صباح يوم الأحد وبثت مباشرة على القنوات العمومية، أثارت اهتمام المغاربة أولا لاطمئنانهم على عاهل البلاد والذي ظهر بحالة صحية جيدة في أول نشاط رسمي لجلالته عقب الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا قبل أسابيع، وثانيا بسبب الضيف الصغير الذي شارك بدوره في تأدية الصلاة. وحسب ما شاهده المتابعون على شاشات التلفاز، فقد ظهر أيضا رفقة أفراد الأسرة الملكية سمو الأمير مولاي أحمد ذي 6 سنوات، الابن البكر للأمير مولاي رشيد وزوجته أم كلثوم بفارس، حيث شارك في مراسيم الاحتفال بعيد الأضحى لأول مرة وهو ما نال إعجاب المغاربة. للإشارة، فإن طقوس صلاة العيد وذبح الأضحية جرت تبعا للتدابير الاحترازية المتبعة منذ دخول الفيروس للمملكة، حيث اقتصر الحضور على عدد قليل من مرافقي الملك محمد السادس وعلى رأسهم ولي العهد مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.